الآن معي عبر الهاتف الأستاذ فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة. أستاذ فهد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله مساك الله أبو خالد، بالخير أخوي فهد، مساك الله بالنور، يعطيك الصحة والعافية. الله بارك يعافيك. الله فيك ومشكور على مجهودك الطيب في الدائرة. واجب واجب علينا طال عمرك. جزاك الله خير. أنا قبل لا الله أطرح يخليك. عليك سؤال أو النقطة اللي طرحها أخونا إبراهيم قبل شوي، نعم بالأمس المجلس التنفيذي في حكومة الشارقة أقر مسألة، وأعتقد هذه المسألة رفعت من قبلكم في الدائرة، اللي هو نعم صحيح ترخيص أو اعتماد ترخيص بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة في الإمارة، صحيح صحيح؟ طيب صحيح ممكن نعم. تعطينا تفاصيل هذا الاعتماد أستاذ فهد بعد إذنك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على توجيهاته المستمرة بدعم مشاريع الشباب وإتاحة الفرصة لهم دخول سوق العمل، كما توجه بالشكر لسمو ولي العهد والمجلس التنفيذي على المتابعة والاعتماد ترخيص بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة. الحمد لله في جلسة أمس الأول في 6/1/2016 اعتمد المجلس التنفيذي على المذكرة اللي رفعت من الدائرة. طبعا اجتمعنا مع الدوائر المعنية، مع الدوائر المختصة مثل بلدية الشارقة قسم الصحة، مع شرطة الشارقة، اجتمعنا ووضعنا الضوابط ورفعناها المجلس التنفيذي وتم اعتماده البارحة. نعم ممكن الاشتراطات بتكون جدا بسيطة أبو خالد. في البداية، بداية إن المشروع هذا فتحناه حق المواطنين فقط، بداية حلو دعم المشاريع الوطنية، نعطي فرصة حق المواطن يدخل سوق العمل، جميل ففتحناه حق المواطنين في البداية. وموضوع سيارة متنقلة فيه اشتراطات صحية، اشتراطات من إدارة الأمور والترخيص، وبتكون سهلة إن شاء الله متاحة للجميع. طيب المقصود بالمواد الغذائية كافتريات، مطاعم، أم حتى الوجبات بداية مخالي مقصود فيه الوجبات، المواد الغذائية، وجبات الجاهزة، وجبات السريعة هذه. ليس نعم يعني محلات البقالة مثلا أو سوبر ماركت أو غيره؟ لا الوجبات حاليا فقط الوجبات. وبيكون الأمر يعني كما هو معمول به في بعض الأماكن، إن هي سيارة متنقلة لكن شبه ثابتة في أماكن محددة، أم نعم أنها يمكن يكون يسمح في الشارج، بتنقلها؟ يمكن ما في الشارج ابو خالد تميزت شويه عن بعض الامارات. عندنا نظامين، نظام واحد السياره تكون ثابته في تمارس النشاط في موقع ثابت، وفي النظام الاخر ان السياره ممكن تتحرك على بعض المناطق. المتاح الخيار الاول والثاني متاحين ان شاء الله يكون الخيارين متاحين إذن. متاحين. نعم طيب يسأل أحد المستمعين عن السيارات اللي كانت موجودة في الأحياء اللي تبيع آيس كريم وغيره، هاي بيشملها هذا الترخيص؟ لا ما اظن يشملها، ما بيشملها، لان مواصفات السياره اللي احنا اعتمدناها البارح واعتمد المسؤول البارحه مواصفاتها غير عن سياره الايس كريم. يعني اللي عنده هذا نشاط من قبل واقف بإمكانه يراجع المواصفات ويمكن تنطبق عليه ممكن اذا غير بعض الاشتراطات في السياره، في اشتراطات السيارة فنيه نفسها. صحيه، احتمال يعني ينطبق عليه. نعم جميل جدا جميل جدا جميل جدا. طيب نأتي لموضوع اليوم أستاذ فهد، وهذا الموضوع سبق وأن طرحناه وأنت علقت عليه كذلك في أكثر مرة جزاك الله خير، اللي هو نعم موضوع بيع المداويخ ومستلزمات التدخين بشكل عام، تتن، مداويخ، غيره غيره، سجاير وغيره، وانتشار المحلات في الآونة الأخيرة في الشارقة بشكل ملحوظ أو ازدياد عددها بشكل ملحوظ. الأخ إبراهيم نعم يقول في السابق كانت موجودة في الصناعيات على البحر، وين سوق الجديم هناك، يقول الآن صرنا نلاحظ بانتشارها في المناطق السكنية في حلوان واحد، في مويلح واحد، يقول مناطق سكنية تجارية لكن محاطة بشقق سكنية بأماكن شباب وأطفال، وهذا يؤثر بشكل أو بآخر على المجتمع، يؤثر نعم بشكل أو بآخر على صحة الناس وعلى سلوكياتهم كذلك. صحيح وضرب مثال أستاذ فهد بعد إذنك، يعني محل لبيع المداويخ والدوخات هذه والتتن وغيره بين صالونين نسائيين، كيف رخص نعم لهذا؟ أسمع تعليقك العام أستاذ فهد على الموضوع وبعدين ممكن أوجه لك بعض الأسئلة. لكن وصلتني ملاحظه ابو خالد بخصوص كنت تجمع بعض الشباب وفئه من الشباب عن المحلات هاي، وبجانب صالون النسائي. مش موضوع التجمعات ما يتعلق بنشاط معين ابو خالد، ممكن الشباب يتجمعون عند كافتيريا مثلا او عند مقهى. فحتى موضوع التجمعات لو صاحب الصالون او المستثمر وصل الملاحظه والشكوى للشرطه بيتحركون على طول مباشره. يعني سبق في حوادث مقاربه للشيء هذا، يمكن بعض التجمعات في بعض الاحياء السكنيه
في المحلات التابعه حق الاوقاف في المساجد كان في بعض التجمعات. وصلت الملاحظه للشرطه، تحركت الدوريه فورا في الشرطه وقالوا التجمعات ممنوعه وخذوا عنها التعهد وسجلوا اساميهم حتى المتجمعين. موضوع التجمعات مو متعلق بنشاط معين. بالنسبه طيب للنشاط بيع التبغ، نعم حنلقى العمليه تتنظم بالنسبه للاعمار اقل عن 18 اختصاص البلديات، وتراقب على الشيء هذا. يعني اي محل باع مثلا تبغ او مدواق او باع السجائر مثلا تحت 18 البلديه تخالف عليه وتراقب عليه حسب اختصاص البلديات. طيب هذا واضح اخوي فهد. انا يعني مداخلتي وسؤالي، انتم الان ما في عندكم شيء يمنع هذا النشاط؟ ما في قانون، ما في قرار يمنع هذا ما في النشاط؟ شيء معها ايه النشاط هذا النشاط، كمقاهي ممنوعة. مقاهي ممنوعة، لكن بيع ادوات ومستلزمات تدخين مسموح بها وما في قانون يمنعها. لكن ما في انتم عندكم في دائرة اقتصادية وحتى الاخوة في البلديات عندهم بعض الاشتراطات لتنظيم مواقع واماكن بعض الانشطة، صحيح؟ صحيح يعني صحيح انا اذكر تدخلكم مثلا في تحويل وتغيير، انتم والاخوه في البلديه مشكورين كذلك، نعم بيع مثلا بعض محلات الكرك، محل تم تغيير مكانه، مشهوره القصه والسبب انه صحيح يسبب ما هو ازدحام وغيره. صحيح تدخلت في فتره من فترات كذلك، ليس فقط في الكرك، ابغى اذكر المثال كان في بالي قبل شوي، نسيت والله المثل، لكن موضوع قطاع يمكن السيارات والسكراب وخذ غيار السيارات المستعملة. بعد مثلا تنظمت ايه العملية مناطق معينة أو تنظمون صناعيات معينة. تنظمونها نعم. حتى في صحيح بعض النشاطات انا اذكر الصيدليات ربما كان في اشتراطات معينه انه يكون ما بين صيدليه وصيدليه مسافه معينه او شيء او هكذا اذكر. يعني احنا نقول اليس من الاولى تنظيم مساله مثل هذه؟ محل مداويخ هذا محل نتفق او نختلف انا وانت، لكن هذا محل بلاء، محل وين؟ ما يبيع الا للمصايب، لكن نعم ما مرخص. يمنع ابو خالد، ايه ما يمنع انا مثلا لكن نمنع كيف يتم ترخيص محل لبيع المداويخ بين صالونين نسائيين؟ كيف يتم ترخيص محل لبيع مداويخ بالقرب من صالون نسائي؟ يعني ممكن المحل ترخص قبل الصالون ابو خالد، طيب ليش متعرف انه ترخص قبل ما كيف ترخص عقب سمحتوا بترخيص الصالون في هذا المكان؟ الصالون. موافقة من الصحة، موافقة داخلية اشتغلت صحي ونعطيه الصالون. ما عندكم مشكلة في المكان؟ يعني حتى لو محل يبيع مداويخ بالقرب منه تماما، يعني باب هذا بجنب باب هذا، هنا يدشون شباب يشترون سجاير ومداويخ، وهالباب يدخلون خواتنا اللي متحنية واللي متعدلة سايرة عرس واللي، فهمت قصدي استاذ فهد؟ فهمت قصدك، ما المفروض يعني موضوع الناس، ما قلت لك في كان تجمع نقدر يعني كشرطة لا تتدخل لا، تواصل مع الشرطة. حتى لو مشتدم موضوع انا المداخل يعني هذا يدخل مثلا يدخل في محل بيع المداويخ هنا صالون نسائي يكون له طابع نسائي له خصوصية معينة، ما يمنع نشوفه احنا، وخاصة المناطق التجارية السكنية يعني مثلا استاذ فهد مكان شارع واسط. صحيح، الحديث الان ليس فقط عن هذا، حتى عن موضوع المناطق التجاريه السكنيه، فيها اطفال، فيها غير، نشاط مثل هذا نبعد احنا عن، وتبعدون انتم في العاده جزاكم الله خير، مثل ما ذكرت اشياء وايد تدخلتوا في اماكنها، يبعد مثل ما كان في السابق في المجمعات التجاريه ولا في الصناعيات وغيرها. هذا ما يمنع مطلب ابو خالد، بنحصر ان شاء الله المحلات كلها اللي تبيع تجاره التبغ وادوار التدخين بنحصرها كلها، وان شاء الله بننظم العمليه ان تعطى مناطق معينه مثلا جزاكم على سبيل الله خير. المثال في الصناعيات، على سبيل المثال في الصناعيات على الشوارع الداخليه على سبيل المثال على الشارع هشام العطيم. ما يمنع يعني تنظيم النشاط هذا، نعم ما يمنع جزاكم ابو الله خالد. خير، هذا مطلب الناس، وانا نقلت لك مطلب الناس اللي سواء من خلال رسائل او حتى من خلال المكالمة، واحنا هذا ان جزء من شاء الله دورنا ان ننقل لكم وجهة نظر الناس فيما يتعلق ان شاء بمثل الله المسائل. واعتقد إن شاء الله المسائل جزاكم عندكم الله خير. يعني سهلة، بامكانكم رفع مذكرة، بامكانكم عقد لجنة، بامكانكم كذلك رفع توصية أو مقترح لرئيس الدائرة، وبدور رئيس الدائرة يعني إذا كان هو صاحب قرار في مسألة معينة ويرفع للتنفيذ، وما بيقصرون في أي مسألة. صحيح صحيح شكرا صحيح لكم إن شاء أستاذ الله فهد مرة سعيد. ثانية، وما قصرت، بارك الله فيكم. حياك الله أبو شكرا خالد، سيدي حياك الكريم، الله. شكرا، في أمان الله.